شيكم الكابيتانو مع أقوى فريق هو الربي سبحانه خيوم برنس الحاج محمود سلطان زمانه والبنوي شد الكاش رامي ما يشد إنسانه إيجا اسمع سوني وجديد السندريلا زياني ماني عامل فيهم الشلة رف محسباتي الموجب رمشي هالينا نعطي جارانتي عنا أقوى مدينة ضحكة كبيرة وفلاش عبر كومنت يوم أدخل بارو موسيقى ودمار واش قالوا الستار الكل مع الراس ضحكة كبيرة وفلاش عبر كومنت يوم أدخل بارو موسيقى ودمار واش قالوا الستار الكل مع قالوا الستار كله مع الراس ضحكة كبيرة وفلاش عبر كومنتي ما تخاف اخباروا موسيقى ودمار واش قالوا الستار الكل مع الراس أنوار تحية كبيرة للجميع مرحبا بكل الناس اللي اختارت باش ترافقنا في رحلة جديدة وعشوية أخرى سهرية رمضانية رفماق الاثنين 17 أفريل 2023 والموافق 26 رمضان المعظم اليوم ليلة 27 ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ربي يتقبل الدعاء هزوا ايديكم ربي ادعيوا إن شاء الله هي ساعات استجابة اليوم وغدوة بعد غدوة وحتى يخرج شهر رمضان المعظم ربي يعطيكم القوة نكملوا نحاولوا نثبتوا في 3 أيام الأخيرة لأنه ليلة القدر في 10 الأواخر الرسول أمرنا أن نتحراها في 10 الأواخر وفي الليالي الوترية دونك إن شاء الله حتى ليلة العيد يمكن أن تكون ليلة القدر نقول لك لماذا على خاطر ديما في 3 أيام الأخرانيين الفور متيح والعباد اللي كانت تمشي تولي تنقص دونك نشجع روحنا الناس الكل نحكيو في الأخبار نحكيو على غرفة الملابس الجاهزة اللي تأكد أنه تونسي ما عادش باستطاعته دخول شوارع العاصمة لاقتناء الملابس بسبب الانتساب الفوضوي بعد الخضرة والغلة والزيادة في الحوايج زيادة في اللعب في الأسوام متاع لعب العيد ما بين 20 و25%. نحكيو على نتائج الكورة هزيمة الترجي في باجة ضد الأولمبي الباجي ونادي صفاقسي يفوز على اتحاد بنجردين في بنجردين 2-1. ملعب حمادي العقربي برادس رسميا يحتذن نهائي كأس ليبيا أكثر تفاصيل نعرفوها بعد شوية. فقرة العادة فاش فرجوا لرف ماجور البوكس نيوز كويز الدين شيخ سيف الدين الكوكي نورنا في النص ساعة الأخيرة واليوم ركزوا مليح ليلة 27 مصرف الزيتونة اختار باش يربحكم مش 500 مش 700 مش 800 ألف دينار كاش بعد شوية مع صديقنا رامي الفراتي اللي باش يكون متواجد في بعض الأماكن ويربح الكاش 1000 دينار وإن شاء الله أياماتكم كلها ربح وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. سعيد جدا بملاقات نجوم الرفماك يعود لقيادتها كما كل بداية كل أسبوع بيكنباور الإعلام رومينيغا المزدح المتألق الجهبذ والمايسترو لوغران برنس مونس بلسي يا حشحوش يا معلم يا حشحوش ربي بلسي كيف أنت يا برنس بعد المقدمة فيه شنو كيف أنا نحس في روحي طلعت للجنة الفوق هذه طيب الجنة فهمت حبي يزي روذية المقدمة اللي تعمل لي أنت أكتفي حتى لآخر الساعة ربي فضلك لي يا راف ربي فضل أمين. كامل أفراد الفريق اللي الفريق العزيز علي أنا برشا الاتحاد الليبي اهتدى إلى الحل الصحيح بش يلعب دور نهائي هنا في تونس
واحنا مازلنا نخموا بعد قرار اللي اتخذ وقرار حلو ياسر وانه نهائي مهما كانت شكون الفرق باش تلعب في ساقس. تو في عثو تعمل دخله تحكي العبيد على العشر الاواخر ليله قدر وانت حاج وادعيوا وصدقوا وبراوا اليوم مدوا فلوس وش عملنا فك العهد اللي خذيناه الناس كل يوم كل ليله واحد يمد على الاقل دينار دينار ولا كل ليله 2000 2000 كل قدير وقدره. الاتحاد الليبي والكوره اخذتك الحياه الدنيا ما تجيبش الدعاء. قلت له كان نعمل انا هكايا كان نعمل نقول اللي قلته انت وانا ماذا بيا نقوله او كان يعلم ربي علام ماذا بيك ما علام تقولوش ما بلدو ما ركو شو الحاج ما فيش نعرفهم يعرف على كل حال خلي يقولوا واش يهم من اللي يشكر ولا يذم فهمت حسدنا والله الحساد من نحسد منهم ربي بارك في كل ما هو انسان يعمل الخير وربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت. أمين ربي يحفظك وربي يحفظنا وربي يحفظ الجميع. نجمة التاسعة أسطورة التحاليل الرياضية وأسطورة الحراسة والتسيير الرياضي مستر ناصر البدوي. أهلا بيك رفيق. الحمد لله يا رب اليوم الليل 27 شيء ما دام وشيء ما يدوم وشيء ما يقعد في الدنيا هذه. كان اليوم البارح رفيق أنا حبيت أقول مشيت لصلاة التهجد وحضرت الفجر والله العظيم اقسم بالله أكبر. والله والله العظيم أكبر. يا رفيق بالحق مشيت للجامع ومحلاها السنساسيون محلاها الاحساس كي تخرج من الجامع تصلي الفجر حاضر صحيح. بالحق محلاها على الاخر برشا نحيي الناس الكل وربي يحفظكم بالله يعاونوا الناس الكل في الايام الاخرانيين كما قال رفيق اللي نجم يحن على جاره وعلى حبيبه وعلى عائلته ما يخوخرش التالي وربي يحفظ الناس كل شهر ربي يحفظ الجميع ما نهبتوش القارد مازال رمضان مازال فعل الخير مازالوا برشا ايتام محتاجين كسوة العيد والله العظيم. صديقنا اللي جاب حذانا تاع كيف اليتيم بعث لي تصويرة بنوتة لبست من لبسات اللي شريوهم لهم هما في الواحد والله 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 ما تجمش ما تشوفهاش وعينيك ما تزغللش بالدموع وتشوف معها زغل اخرين يستنيو في اللبسه وفما اللي بشي هز نهارتها وفما اللي يوبليجي يرجع بعد غدوه ولا بعد نهارين حتى يكملوا يخلطوا الحوايج. دونك فما شنو نجموا نفرحوا فما صغيرات نجموا نفرحوهم في اخر خمسه ايامات من شهر رمضان المعظم. نجمه الفن خبيره التمثيل الاذاعي لولا المنابر مدام سونيا الدهماني. الله غالب كي قال خبيرة الفن ما حسيتش روحي معنية حتى هذه بعد مسلسل الإذاعة اللي عملته سيف حسرة أميمة هذا حسرة تيتر متاع أميمة. أما تنجم تقول المسرح خاطر مش فقط المسرحية الإذاعية كمان نلعب في برشا مسرحيات هذيك ها ولينا تو من فضلك يا اخي يا اخي مثلت في الخلوه نتاع توفيق جبالي مثلت مع نوف العزاره مع سميه ابو علاقي مع معز الكديري مع ما عرفتش سامحوني اللي نسيتها المفيد دونك ان شاء الله ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله عديتوا ويكاند بي انا عديت ويكاند هيل حكينا برشا على 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 بورقيبه مع سعيده دوكي اللي هي البسيكياتر نتاع بورقيبه في السنتين الاخيرتين عدت مع العامين الاخرانيين وهو في سجنه يزلنا نقولوا لبورقيبه كان في سجنه كان في الاقامه الجبريه والحقيقه سيتي تري 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 اكريابل وسمعنا منها برشا حاجات مزيانين موقف فجأة معنا برشا حاجات مزيانين معنا أوكي ما نجمش خاطر نخليكم حاولوا تتكهنوا شو ما حاجات المزيانين اللي سمعتها سونيا دهماني في الأثناء الرحبوا بيه لقراء حتى بالحاجة أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك ميرسي حاج على الحفاوة هذية بالحق نهار السبت اون برانسيب العيد دونك مازالوا أربع أيام دونك ندعوكم باش تفعلوا الخير خاطر مناسبه باهيه ويزمك تعمل مجهود راه باش تعمل خير مش شكلي تقف في فو وترمي الوحده متسوله بروفيسيونيل شكلهم بربي باش ما نقصوش على العباد رفيق عليه معناها ما يلزمنيش نسميو الحاجات بمسمياتها خاطر ما فهميش معناها فما برشا يهبطوا دنكو في العشر ايام الذمه يستغلوا البهاوه نتاعنا يعرفوا اللي الناس معناها خاطر فما ناس تتخلص راهي من زكاة الفترة يبدا يستني كل وقت نعطيه وشكون اول واحد يعرضوا يعطيه عملوا شويه هو مجهود الاجر ثابت عند ربي اما زاد نعملوا مجهود باش نفرحوا ناس اللي يستاهلوا نعملوا مجهود صغير
صحويش حل موافق لا موافق انا موافق ولا موافق اما نحب نزيد العباد ما تدخلش في التريب نتاع هلوسه وانه يولي يتحرى اللي نتبطوا للصدقه ساعات ويخزر هذا ما يعجبوش راهو الاجر الاجر ثابت باذن الله بعد عينك ميزانك العمر العبد تاعك بالكذا انت تختار ساعات تتحرى ساعات قلبك ساعات ولا ساعات كي تغزل رفيق تعرف ومحتاج بالعرب من الغزره يبدا حاشم يبدا يده بالسيف صحيح صحيح دونك اما ولكن ثابت انه الاجر باذن الله ثابت عند ربي ربي يتقبل من الجميع خبيره الاستار نجمه المزدح كل نهار سبت عشيه الجميله سندريلا مساء عيشك عيشك انا صوره نسلم على الناس الكل بدايه اسبوع موفقه لكم ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم تعدى مزيان وباهي وعلى قد قلوبكم شنو انا الدعوه اللي نحب نبدا بها في الدخله الله لا يحرم صغير من فرحه العيد يا ربي ان شاء الله الصغار الكل فرحانين على خاطر نتفكر روحي صغيره قداش نبدا فرحانه بلبسه العيد نبدا راقده في الليل وانا نغزر لهم نستنى وقتاش الصبح هكا يشقشق كما يقول المصري باش نلبس لبسه العيد دونك احساس كبير برشا وفرحه كبيره الله لا يحرم صغير منها وان شاء الله يا ربي عيدنا كلها اياماتنا بلوتو كلها اعياد وربي يفرحنا وديما ان شاء الله ملمومين وربي يرحم اللي توفاو امين يا ربي ربي يرحم الناس اللي توفات وربي يفرح صغيرات الكل بمناسبة العيد نجم النجوم لميور بور لافان أسطورة المزدح حسنين هيكل بلاتويت لجران زياد المكي والله ينعش الروح فبدو لكن ما قلت وما إن شاء الله نوصل العيد سلمين ويا ربي يا ربي إن شاء الله العيد نهار الجمعة يا ربي ان شاء الله مش نهار السبت عليك لك من رمضان مش خلقت من رمضان تجرى وتصوم وتعمل بتقول يا ربي ما ساب رمضان يوفى والله ليه لا والله ليه رفي خرجتني راسه ليه نهار الجمعة مش ترتاح وجمعة وسبت اي خرجت انا كيرا رمضان في بالك رمضان احنا نهار الجمعه كي يجي ديما يموت ملك في السعوديه تعرف الفازه ذي والله على ذيك السعوديه ما يحبوش العيد العيد في رمضان صارت مرتين ذولي في التاريخ اخويا يا رفيق شو نقول لك حد الله ربي شاهد علينا وربي شاهد على مواقفك انت انا الاخر اقول في الميكرو والله لا مش كرات رمضان وحاجه ما نهار الجمعه يا اخويا بالاخر ويكاند صحابه كانوا يبكيوا في مغرب رمضان كي باش يخرج رمضان لان اللحظات الاخيره انت تعرف رفيق شحكينا امبارح في الكهربه وشحكي على السعوديه يا ربي ان شاء الله يوم القيامه تعرف الموقف هذاك ان شاء الله يعرف ما يعرفش هو ليه ان شاء الله عليم بذات الصدور يا ودي يا ودي كفرتني رديتني كره رمضان ارجموني يقول لعبه ترجم يا اخويا ان شاء الله رمضان يوفى نهار السبت امين ان شاء الله يوفى لحد ولا لحد وان شاء الله يزيد ثلاث ايام اونتو كاب الحق محليه اجواء رمضان وباش نرجعوا لقومه الصباح ان شاء الله يا ربي وصلنا سالمين هذيك لابون نوفيل هذيك لابون نوفيل عارفين نرجعوا فكرتني في فيلم انديانا جونز وقت يطيح فك البلوعة تاع الرمل وجهي يحب يخرج هو يزيد ليه ونهار الاثنين شنو باش نحكيو رفيق ما فما حتى اخبار اكتو نحكيو اكتو نهار الاثنين لبسه العيد لبسه العيد وقوم اهم من انا نحكيو وشو باش نحكيو كيفاش باش نجيو لهنا السبعة تاع صباح الموعد ان شاء الله في اول ماتينال بعد رمضان المعاذ ان شاء الله ربي يعطينا العمر ان كان لنا في العمر بقي قداش من واحد يبرمج جزئيات وغدوه يبدا يا خويا حوت عليك وحوت على البوزيتيف فايبس اللي توصي فينا عليها وانت ياكل كلها باش تكبها على بعض هذه حقيقة الحياة هي الحقيقة الوحيدة في الحياة امين قدام من واحد يبرمج توا يبدا غدوه تحت التراب اي ومحليك ومحليك توا تسول العباد مروح العيد ويحضروا في العيد ويحلوا في البقلاوه ويسمعوا فيك هذا اللي نحبوا نسمعوا ذكر في النفاعة الذكرى يلا نخرجوا فاصل نرجع لكم بعد لحظات دورة العادة مع ريف ماجور في التلفزة مليون دينار كاش مع صديقنا رامي الفراتي 200 دينار كالعادة من عند الديوان يستنى فيكم هذه ريف ماك حتى للستة ونص نتاع العشية اقعدوا معنا ما تبعدوش يحكيوا على فريكونس